تزامناً مع احتفالات الوطن بذكرى معركة الكرامة الخالدة وعيد الأم، احتفلت جمعية منتدى الفحيص لحفظ التراث بإطلاق برنامج فرقة الفحيص للموسيقى العربية لعام 2019، حيث أقيم الاحتفال برعاية وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان، وحضور عدد من المسؤولين والوجهاء وجموع من المواطنين. وقدمت الفرقة الموسيقية المشكلة عدداً من الأغاني المستقاة من الموروث الغنائي الأردني والعربي الأصيل، تفاعل الحضور معها بفرح وابتهاج. روعة الجمال بحضور أهل الفحيص، بحضور ضيوفنا من كل مكان، بحضور مع الوزير، بحضور نورسات المحطة اللي دائماً هي معنى للنور الحقيقي وللمحبة وللسلام وللتعاطي مع كل شيء بيفيد هذا المجتمع وبيخدم هذا المجتمع. نحن في روعة الآن، في حالة من الثمول، من السعادة، من الانبساط مع هذا العمل الفني الكبير قدمته فرقة الفحيص الموسيقى العربية من خلال جمعية الفحيص لحفظ التراث. الفحيص مخزون عالي من الثقافة والحضارة والفنون. إن شاء الله تكون، يعني نتأمل أن نكون أرضينا أذواق المستمعين والحضور بشكل عام. شكرا لكم دائما، شكرا لحضوركم المتميز يا نورسات أينما كنتم. فرقة الفحيص للموسيقى العربية هي فرقة عريقة تأسست من كتير زمان، وللأسف إنها انقطعت لفترة طويلة جدا. إحنا رجعنا أحيانا هذه الفرقة، أحيانا هذا التراث، تراث مش فقط للأردن، تراث للبلاد العربية كلها، إلى لبنان، إلى سوريا وإلى آخره. اليوم الاحتفال كان جميل جدا، صرنا أشهر عم ندرب لإله، إن شاء الله يكون في عنا خطط مستقبلية نقدر نطلع نمثل الأردن في أكثر من دول عربية وأجنبية. سمعنا جميعا ما قدمته فرقة الفحيص للموسيقى العربية، تقدمت شيء جميل جدا وهذا نفخر به. دائما أن تحمل أي مشروع يحمل اسم الفحيص هو حمل ثقيل، واستطعنا بجهود قوية استمرت شهرين على تدريبات متواصلة أن نخرج بهذا العمل الفني الجميل، لأن الفحيص تستحق، وتراث الفحيص استطعنا أيضا أن نخترقه لصعوبته وتنوع مصادره، ولكن وصلنا إلى أغنيتين تراثيات تقدم كانت في آخر الحفل، بالإضافة لأغاني لبنانية من سهر حوران ومن سوريا ومن الأردن، وهي ثقافة وفن حضارة وفن المنطقة. تطلعاتنا المستقبلية المشاركة بالمهرجانات الوطنية، سبق لنا شاركنا بمهرجان جرش ومهرجان الفحيص ومهرجان القلعة في عمان، أيضا شاركنا في احتفالات بعيد الاستقلال واحتفالات أخرى في محافظات الأردن. وعدنا وزير الثقافة مشكورا بالمشاركة في مهرجان جرش، ونسعى أيضا للمشاركة في مهرجان الفحيص على الأقل في الافتتاحية. أيضا نظم معالي الوزير قال لمدير مكتبه أنه يجب أن تزور هذه الفرقة محافظات المملكة، ونحن نطمح إلى ذلك، ونطمح بالمزيد من الأغاني الوطنية والشعبية الجديدة لنغني محتوى هذه الفرقة وبرنامجها.